لكن الموفق من يستغل حتى هذه الجلسات المؤنسة مع الإخوان مع الأهل يستغله، وما الذي يمنعه أن يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ أمر يسير جدا، سبحان الله وبحمد سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ولا تحتاج منك أي جهد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات غراس الجنة، سبحان الله على فورا شجرة في الجنة. سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات بأربع من شجر الجنة، أن تغرس وترك، لا تتعاهد تقول سقي ولا عمال يراقبون ولا شيء ولا أنبت ما أنبت جاء عاهة آفة ما فيه، اغرس وترك بس، الأمر لله جل وعلا، ولا تقول والله عندي رصيد شجر ونخيل وبستان كامل من 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 هذا الرصيد، ثم بعد ذلك تقطع الإعانة أو ينقطع الماء أو يتأخر نزول المطر فتأثر الغرس، لا، أنت عليك أن تعمل، والحفظ تركه ليس لك، ولا تقول والله اليوم ارتفعت الأسهم ولا انخفضت الأسهم ما لك دعوة، هذا أمر محفوظ ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيه إلا أنت، فانتبه لنفسك، لأن قد تجمع أعمال أمثال الجبال ثم توزعها على من؟ على والديك؟ لا، على أحبابك وأصحابك؟ لا، على أعدائك، لأن السنة جرت أنك لا تغتاب ولا تظلم ولا تضرب ولا تنتهك شيء إلا من شخص لا تحب، فأنت تهدي له أعمالك، وأنت الذي أنت اللص الذي سرق أعمالك، فعلى الإنسان أن يحرص على الجمع وأن يحفظ ما جمع، لا يفرط فيه بعد أن تعب عليه. الذكر الذكر يا أخوان لا يكلف شيء، قد يقول بعض الناس والله قراءة القرآن أنا ما حفظت، وأقوم أتوضأ وأشغل النور ما أدري، لا لا توضأ ولا تشغل النور وأنت بفراشك، أكثر من الذكر، سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر في دقيقتين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، هل يستطيع أن يشكك في هذا الموعود وكلها في الصحيح كلها في البخاري؟ أتقول حديث ضعيف ولا مشكوك؟ سبحان الله وبحمد 100 مرة في دقيقتين حطت عنه خطايا وإن كان من زبد البحر، ومثل ما قلنا لا إله إلا الله 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. كم يحتاج من وقت وجهد وتعب وكد وكدح ليجمع قيمة رقبة؟ قد يموت ما تيسر جمع قيمة، وأن تقولها في دقيقة وتعتق 4 من ولد إسماعيل. والوعد جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى، ما جاءك والله بجريدة ولا بصحيفة ولا بقناة ولا بشيء، لا، ولا بتوقع ولا تحليل ولا استنتاج، هذا كلام صحيح صريح عمن لا ينطق عن الهوى. ومن أين؟ من خزائن من لا تنفذ خزائن،
من خزائن الرب التي لا تنفد. بعض الناس قد يستكثر فضل الله جل وعلا ويقول هذا شيء غير معقول، كم دقيقتين أحصل هذه الأمور كلها؟ نقول الله جل وعلا الذي يقول لآخر شخص يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر شخص يقال له تمنى، تنقطع به الأمانة، ما له وجه، وطالع من النار شو بيقول؟ يكفي أنه دخل الجنة، تنقطع به الأمانة، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ يقول لي وربي. إيه وربي، فيقال لك ومثله ومثله ومثل إلى 10 أمثاله، أعظم ملك في الدنيا، يعني يمكن هارون الرشيد ملك 3/4 الأرض، وهذا بيعطى 10 أمثاله. دعنا من الملوك الأربعة الذي ملكوا الدنيا بكاملة، بيعطى 10 أمثال، هو اللي بيقول، وهذا صور هذا شخص آخر من يخرج من النار، فماذا عمن دخل قبله؟ فماذا عن الزمرة الأولى التي تدخل الجنة؟ أخوان فضل الله واسع ولا يحد، لكن أيضا الحرمان لا نهاية له، والحرمان يحصل بسبب الإنسان نفسه، الإنسان هو الذي يتسبب ويسعى لنفع نفسه أو لحرمان نفسه.